أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، اليوم سوف نأخذ درس جديد بعنوان مفهوم العبودية من دروس التربية الدينية الإسلامية. خلق الله الكون ونظمه بدقة وإحكام، ومن نعمه علينا أن يرشدنا إلى تنظيم حياتنا في دقة وإحكام، فأرسل إلينا محمدا بالإسلام لأنه الدين الذي ينظم صلة الإنسان بربه وينظم علاقته بمجتمعه وبالناس جميعا، وذلك على أساس العبادة لله وحده. وإليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بعض الآيات البينات من سورة الذاريات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بعض الآيات البينات من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. والعبادة في الإسلام تشمل ما فرضه الله علينا من عبادات، وتشمل كل حركة الإنسان العملية في الحياة. لقد فرض الله عبادات، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولكل عبادة جانبها التعبدي المتصل بالله ومقاصدها الاجتماعية المرتبطة بالناس. فالصلاة صلة بين العبد وربه، وهي تحث العلاقات بالمجتمع وتصون من الشر لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. والزكاة لها أثرها الاجتماعي المتمثل في تحقيق التعاون والتكافل بين الأغنياء والفقراء. والصيام لله، وهو يجزي به، وهو صلة تعاون وتراحم بين أفراد المجتمع. والحج مؤتمر إسلامي عالمي يناقش فيه المسلمون مشكلات حياتهم. ولكي تكون العبادة المفروضة مقبولة عند الله، لابد أن يراعى فيها أمرين. الأمر الأول ألا يغفل عن الجانب الاجتماعي فيها، يبقى ألا يغفل الإنسان عن الجانب الاجتماعي فيها. والأمر الثاني ألا يقتصر ثواب المسلم على أداء هذه الفرائض وحدها، وإنما على عمله. وإليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بعض الآيات البينات من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ما الشروط اللازمة التي تجعل العبادة مقبولة؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس قرصا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. وقد رأى عمر بن الخطاب أحد المسلمين يجلس في المسجد دائما ولا يخرج للعمل، فسأله: من ينفق عليك؟ فقال: أخي. قال: أخوك أعبد منك. وقد رفع الله شأن العمل ووعد العاملين بالمغفرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. وسواء كان هذا العمل بدنيا أو فكريا فهو واجب اجتماعي لابد أن يمارسه كل مسلم بما يعود عليه وعلى مجتمعه بالفائدة. وشرف العمل في الإسلام ليس في نوعه ولكن في الإتقان، فمن أتقن عمله شرف به، ومن أهمل عمله انحط به. هكذا علمنا الرسول
وصار على سنة أصحابه، فكان النبي تاجرا وكذلك أبو بكر وكذلك علماء المسلمين، فكان أبو حنيفة تاجرا. وتقدم المسلمون العالم بعبادتهم هذه، وكان مفتاح تقدم العمل. روي عن الصحابي عبد الله بن عمرو بن العاص: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فأنت حين تصوم وتصلي في عبادة، وحين تعمل عمل مفيد فأنت في عبادة، وحين يسعى المسلم إلى نظافة البيئة فهو في عبادة. سأل رجل رسول الله فقال: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، يعني ابعد الأذى عن طريق المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له. ويكون العمل عبادة بشرطين. الشرط الأول أن يكون الهدف منه هو إرضاء الله وطاعته. أما الشرط الثاني فهو ألا يكون الهدف الوحيد منه هو الربح أو الشهرة أو الامتياز، وإن قصد المسلم إرضاء الله بعمله، فإنه يتأكد تماما أن العمل سيكون سليما صحيحا يحقق الربح. وبهذا السلوك يكون المسلم قد سار على سنة الرسول وينال الخير. أما الذين كذبوا الرسل ولم يعبدوا الله ولم يعملوا خيرا فقد نالوا جزاء عصيانهم. وإليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة بعض الآيات البينات من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. فالأمة التي صارت على المنهج الإلهي وقدرت العمل تقدمت وارتقت ونالت الخير. أما الذين كذبوا وأهملوا المنهج الإلهي وتكاسلوا عن العمل فقد تخلفوا ولم ينالوا خيرا. والآن سؤال المتفوقين: ما شروط العبادة الصحيحة؟ وإلى لقاء آخر في درس جديد آخر إن شاء الله.